السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ اتفضل. بخير الحمد لله. يا شيخ، هل يلزم من عنده تقصير بول دائم ويعني بيضع حائل كده عشان البول ما ينتشرش في الملابس، هل يلزم تبديله كل ما يجي يتوضأ ولا عادي؟ والله إذا استطاع أن يصلي على طهارة ويصلي بملابس نظيفة فعل، إن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. بارك الله فيك.